السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي جريدة الحدث 24، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من داخل الحرم الجامعي دهر مهراز، أو كيسميوها الطلبة، سواء الطلبة القدامى أو الطلبة الجدد اللي مازالين كيقراو فيها القلعة الحمراء. متابعينا، أكيد أن مجموعة ديال الناس غيشوفوا هذا المشهد اللي مورانا، غيقول لك واش دهر مهراز رجعت هكا. فدار مهراز دابا حاليا كتعرض الحرم الجامعي مجموعه من الاشغال، وغندوروا معكم في الصوره تشوفوا معنا مجموعه الاشغال اللي دابا حاليا جاريه في مجموعه المرافق هنا. وهذا الريستو اللي كتشوفوا معنا في الصوره، هذا الريستو المطعم الجامعي. معنا احد الطلبه اللي غادي يتحدث لنا على مجموعه ديال الاوضاع اللي كيعيشوها، اولا بالحي الجامعي كيفاش كيعيشوا الحي الجامعي، ثاني حاجه شنو المشاكل اللي كيعيشوها من داخل الحي الجامعي، ثاني حاجه الريستو مازال مسدود الى حدود اليوم، مازال الريستو مسدود وكيتعطل، ربما كيتفتح شي مره حتى شهر 11. كنعرفوا كاين غلاء الاسعار، الطلبه كيجيو من مختلف الاقاليم والجهات ومن دواوير ومن جامعات ومناطق نائيه. الله يحسن العوان، والديهم كنلقاو ابناء الفلاحه، ابناء الكادحين، ابناء العمال، الله يحسن العوان كيجيو لهنا. دابا غالبيه الطلبه كما قلنا الطالب ما جاوش هذا العام لان ما توفرت لهمش الظروف ديالهم، الريستو مازال ما مفتوحش، ما عندهمش امكانيات باش يجيو ويعيشوا ويبقاو يطيبوا ولا يشريوا الماكله من 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 الزنقه كما كنقولوا. غنخليكم مع الطالب اللي غادي يعطينا كل المشاكل اللي كيعيشوها بالتدقيق، بداية من الحي الجامعي. هاد الأشغال اللي أثرت على حتى الناس اللي كانوا كيبيعوا هنا ما كاينينش، إضافة إلى الريستو اللي مازال مسدود ومشاكل أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي خويا. تحياتي. واخا كما سمعتي معنا في التقديم، أنت طالب جامعي من داخل إحدى الكليات في دار مهراز، شنو المشاكل اللي كتعيشوها هنا في دار مهراز؟ يعني اولا تحيه نضاليه عاليه من داخل الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، شكرا عاليا لمختلف يعني المنابر الاعلاميه التي تواكب نضالات الطلبه والمشاكل التي يعانونها دائما منها يعني الطلبه من داخل لمختلف المواقع الجامعيه، وخاصه يعني من داخل الموقع الجامعي دهر مهراز. اكيد يعني مع بدايه كل موسم جامعي يعني والدخول الجامعي نتفاجأ يعني مرارا وتكرارا بعدة مشاكل اللي هي في جوهرها تكون قديمة، وكذلك هناك مشاكل تتخبط فيها يعني الجماهير الطلابية تكون يعني جديدة. يعني ما نسجله هذا الموسم الجامعي بشكل أساسي والنقطة الرئيسية التي يجب أن نتحدث عنها ونبرزها للرأي العام هي المسألة المتعلقة يعني بالسكن الجامعي. السكن الجامعي الذي طالما يعني كان مطلبا ماديا يناضلون عليه الطلبة من أجل الاستفادة من هذا المرفق الحيوي ومن أجل تحصين ديال الدراسة والعلم ديالهم. هذا الموسم الجامعي يعني بعد دخولنا الحي الجامعي الذي نسجل بعد عفوا يعني قبل الدخول ديالنا أنه يعني تأخر بأسبوع، لأن المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية في الحقيقة كان قد أعلن بأن الأحياء الجامعية ستنطلق يعني ابتداء من تسعود شهر تسعود من هذا من هذه السنة الجامعية، لكن الحي الجامعي دهر مهراز تأخر بأسبوع، يعني انطلق حتى 18 في شهر تسعود 2024. يعني هذا التأخر اللي هو غير مبرر. لماذا؟ لأن من داخل بعض الكليات يعني بدأت الدراسة، يعني بدأوا الطلبة والطلاب يتلقون المحاضرات ويتلقون دروسهم في غياب تام للحي الجامعي. دونك هنا السؤال كيتطرح، كيف يعقل للطلبة أن يتواجدون من داخل الجامعة في ظل غياب هذا المرفق الرئيسي والحيوي بالنسبة للطلبة اللي هو الحي الجامعي؟ وبالتالي اسبوع يعني كان منقوص من يعني الدراسه ديال الطلبه. لماذا؟ لان الطلبه وخاصه ديال الروافد لم يتمكنوا من الولوج الى الجامعه، ونحن نلاحظ يعني هذه الظاهره.
علاش ان هذا المرفق ما تفتحش في ذاك الاسبوع. الطامه الاكل الكبرى هي بعد الفتح ديال هذا المرفق الحيوي، يعني بعد جولات يعني من داخل الحي الجامعي والملاحظه ديال الاجنحه وديال الغرف، وجدناها يعني اكثر يعني بشاعه كما يقال، واكثر يعني تدهورا من السنه الفارطه، علما ان يجب ان نسجل بان في اطار يعني حوارات مسؤوله مع المدير ديال الحي الجامعي بشكل خاص، قال لنا بالحرف على اساس سوف يتم اعاده هيكله الحي الجامعي والترميم ديالو والاصلاح ديال البنيه التحتيه. لماذا؟ لان البنيه التحتيه من داخل الحي الجامعي هي جد خطيره، يعني لدرجه راه كتلقى كما يقال يعني الاسطح والاسقف يعني كيقطروا لي طواليط، راهم كيقطروا على الطلبه، يعني ما كاينش الاناره، ما كاينش واحد البنيه اللي في المستوى ديال الطالب، وهذه العمليه هذه كتاثر على المسار الدراسي ديال الطالب بشكل موضوعي. ناهيك على ماذا؟ على الاغطيه والافرشه ديال الطلب، كنتحدثوا على المالطا، الملايات، على البونجات، على الاسره، على لي زور، على المساند، على لي بريز، هادو كلهم مستلزمات من داخل الغرف للطلبه السنه الفارطه ما كانوش كياخذوها، ما كاينش، ما كيجيبوش جديد ابدا، كاين القديم. مثلا كنهضروا على لي البونجات، راه كاين صور في مواقع التواصل الاجتماعي، داكشي راه كارثي. البونجا ديال التسعينات، لا يعقل ان بونجا كانوا كيستافدوا منها الطالبات في التسعينات، مازال الطالب دابا كيستافد منهم ومحمله يعني بالغبار وبمجموعه ديال لي باكتيري. والصور توضح ان مجموعه ديال الطلبه في هذه البدايه ديال الموسم من دخلوا ونعسوا يعني على داك الاغطيه، يتعرضوا لمجموعه ديال الامراض الجلديه على مستوى ديال الجلد ديالهم، وراهم كاينين يعني على مستوى الصفحات الاعلاميه. بمعنى هذا الواقع هذا يعني حنا نددنا به ونظن عليه الموسم الفارط، تعطاتنا وعود. حنا من الموقع المسؤوليه ديالنا يعني كما يقال كانت الدراسه باديه، تجاوزنا وتحملنا مسؤوليه، تحملنا مسؤوليه ديال ان حتى النهايه ديال الموسم وغيكون يعني الاصلاح لمن ان الطلبه ما كيكونوش، وهذه قلنا كما كيتقال يعني فيها خير ان يتم الاصلاح باش يكون واحد الموسم جامعي نبداوه يعني بواحد الطريقه يعني اللي كما يقال يعني كاين حسنه للناس، كاينو تغيير، دارت الاصلاح. هذا اللي تفاجؤوا به هو ما كاينش اصلاح، ما كاينش اصلاح ابدا، والناس يعني مدير الحي الجامعي كانت لديه نيه وغايه ديال انه ما يصلحش، وهذا الشيء معطيات وصلتنا لان كانت عنده نيه. علاش؟ لان بين قوسين المارشي ما تشدش، وهذه مسؤوليه ماشي ديالنا حنا، هذه مسؤوليه ديالهم هما، يعني كاين تماطل في هذه العمليه هذه. يعني هذيك الاصلاحات اللي انطلقت حتى 15 في شهر 8، علما ان شهر قبل وهما جالسين والحي خاوي، ما فيهش طلبه، ما فيهش، فهمتيني، ما فيهش يعني العنصر البشري، ولكن رغم هذه العمليه يعني ما كانش اصلاح، الناس كتمشي تبحر كما يقال، كتمشي تخيم، ولكن الطلبه ما كيفكروش فيهم كما كيتقال. بمعنى هذه العمليه كذلك يعني كان واعد قال هذه الافرشه تكون، غيكون المارشي وغيجيبوا الملايات جداد وهذه من اجل استقبال ديال الطلبه. لكن للاسف مع هذه البدايه ديال الموسم كنلقاو نفس الاغطيه اللي هي يعني متسخه ومهترئه، واحد الوضعيه ديال واحد الحاله اللي ما عرفش كيفاش دايره. بمعنى احنا هذا الوضع هذا رفضناه، ما نقبلوش ان طالب الجامعي يدخل الحي الجامعي وبداك الشكل هذه. علاش؟ لان تقع كارثه، سوف تقع كارثه في المستقبل اذا استمر الامر كذلك. بمعنى احنا من الموقع ديال المسؤوليه ديالنا اعطيناهم اسابيع، يعني مشينا معاهم قبل، دخلنا هضرنا معاهم، استفسرنا بان هذا الوضع هذا اللي انتم مسؤولين عليه اش كتقولوا فيه؟ الاجابات ديالهم يعني هي اجابات غير واضحه، اجابات يعني فيها اللبس، فيها اللف والدوران، بان حق المارشي ماشي المارشي، يعني هي اجابات حنا ما غير مقنعه بالنسبه لنا، لان يعني حنا كنعرفوا البدايه ديال الموسم خاص يكون داك الشيء هو هذاك، يكونوا المطلات يعني المسائل والوسائل ديال الاسكان واللوازم ديال الاسكان خاصها تكون يعني متوفره للطالب. فهاد الصدد هذا يعني الاجابات ديالهم يعني كانت فيها التواء اكثر من ذلك، كان فيها تهديد، فيها تهديد للطلبه المناضلين لهذه المجموعه ديال المسائل. بمعنى احنا كنرفضوا هذه العمليه على ضوء وعلى ارضيه هذه الاشكالات هذه، خذينا مقاطعه، يعني مقاطعين يعني الحي الجامعي الى حين، ماشي كنقاطعوا من اجل اننا نقاطعوا يعني بشكل عشوائي او بشكل صبياني او شيء من هذا القبيل، بقدر ما اننا نقاطع كشكل نضالي احتجاجي من اجل الايصال ديال الفكره ديالنا والايصال ديال الوضع
اللي بالفعل كيعيشوه الطلبه من داخل الحي الجامعي اللي هو وضع حقيقه يعني كارثي. بما ان احنا مازالين مستمرين في المقاطعه ديال الشبابيك ديال الحي الجامعي في افق انهم اش يوفروا للطلبه الاغطيه والافرشه ديالهم، اكثر من ذلك انهم يبنيو حي. ليش؟ لان هذا مطلب ديالنا احنا واضعينه. وهذه العمليه هذه اللي كاينه هي كتجي في سياق ان علاش الاغطيه ما مفرنش، علاش الاسره ما مفرنش، علاش مختلف المستلزمات ما مفرنش. الاجابه هي واضحه. لماذا؟ لان الميزانيه ديال الاحياء الجامعيه هي ميزانيه هزيله لا تبلغ حتى 4% من الميزانيه ديال التعليم. يعني هذه الاحياء الجامعيه اللي كاينه من داخل الوطن يعني وطنيا كتبلغ يعني 3.37 ولا 33% من الميزانيه ديال التعليم كامله. التعليم العالي اكيد انت كنتحدث على التعليم العالي. والميزانيه السؤال المطروح شحال هي الميزانيه ديال التعليم العالي؟ هي 4% من الميزانيه العامه ديال الدوله. كيف يعقل ان قطاع حيوي وهو قطاع هو الجوهري والعمود الفقري ديال البلاد كتعطى له مثلا واحد 4% من الميزانيه؟ يعني هذا الواقع يقول بان هذا التعليم راه باين في المسار ديالو اش غيكون، باين الاحياء كيفاش غتكون. بمعنى احنا كنطالبوا بالزياده في الميزانيه، الميزانيه ديال التعليم خصها تزيد، ما بقاش 3% ولا 4%، نورمالمون خصها تزيد. واللي كنلاحظوه مع الدراسات ديال العام اللي فات والعام اللي قبل منه مع هذا العام، يعني سنه بعد سنه كتنقص. سنه بعد سنه كيتم التخفيض ديال الميزانيه ديال التعليم. بمعنى الميزانيه ديال الاحياء هي مرتبطه بهذا التخفيض ديال الميزانيه التعليم. بمعنى شيء طبيعي انهم تلقاهم ما يوفروش الاغطيه، شيء طبيعي تلقاهم ما يوفروش اللوازم ديال السكن، شيء طبيعي انهم تلقاهم ما غيبنوش الحي الجامعي. علاش؟ لان هذا الحي اللي كنسكنوا فيه الطاقه الاستيعابيه ديالو، طاقه يعني شحال الطلبه اللي كيسكنوا فيه، راه كنلقاو هي 2700 طالب، 2700 طالب من داخل المركب الجامعي دهر مهريز. السؤال المطروح هو ما هو عدد الطلبة الذين من حقهم الاستفادة من الحي الجامعي يعني من الروافد؟ يعني شكون هما الطلبة اللي من حقهم يستافدوا من الحي الجامعي؟ إذا درنا حسابات بسيطة حول العدد ديال الطلبة الروافد بالنسبة للجامعة ديال سيدي محمد بن عبد الله، غنلقاو بأن أزيد من 20,000 طالب اللي كيجي من الروافد. يعني كنتحدثوا على الطلبه ديال تاونات، نتحدثوا على الطلبه ديال مول يعقوب والمناطق ديال الجامع، الطلبه ديال صفروت، الطلبه ديال بولمان، يعني الروافد ديال الجامعه ديال سيدي محمد بن عبد الله. هذه الجامعه ديال محمد بن عبد الله عندها واحد 20,000 طالب. هاد 20,000 طالب من حقها ان تسكن في الحي، لان غتجي تقرا فين غتمشي، نورمالمون خصو يتوفر لها الحي. المقارنه البسيطه، حي فيه 2700 مع 20,000 طالب، بحال اللي 18,000 طالب ما كتسكنش في الحي، 18,000 طالب ما كتسكنش في الحي أولا الأحياء ديال جامعة محمد بن عبد الله، والأحياء كاملة لا تتجاوز 8,000 طالب، الأحياء كاملة اللي كاينة هنا في دهر مهريز، نزيدوا على سايس بثلاثة الأحياء اللي كاينين في سايس، ما كتجاوزش 8,000 طالب، لأن هذا فيه 2700، الآخر فيه 2400 ديال سايس واحد، سايس ثلاثة فيه 2000، سايس جوج فيه 1000، كتحسبهم كتلقى 8,000 طالب وطالبة. بمعنى المجموع هو 8,000، 20,000 ناقص 8,000 عطاك 12,000 طالب كيتقصى. بمعنى النسبة ديال القبول حسب الإحصائيات ديالهم، نسبة القبول ديال الطلبة في الأحياء الجامعية لا تتجاوز 40%. كتجاوز بمعنى 60% ديال الطلبة كيتشردوا. شتي الواقع كي داير؟ بمعنى حتى يعني الطاقة الاستيعابية ديال الطلبة يعني هي جد يعني هزيله وضعيفه. حنا كنطالبوا ان يكونوا احياء جامعيه اخرى، لان هذه البنيه اللي كاينه من داخل الحي، علاش مثلا البافيونات مقشرين والدروج مهرسين والطوايطات كيقطروا وما كاينش ملايات؟ لان الحي قديم، الحي اصبح يعني من 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 الاحياء يعني القديمه. شيء طبيعي ان البنيه ديالو ضعاف، راه لا يعقل ان جاجه مهرسه غنبقاو نصلحوها، راه خصها تغير. الجاجه ما يمكنلكش عاد تبقى تصلح فيها، خصها تغير. بمعنى هذاك الحي نورمالمون راه خصو اش؟ راه خصو يطيح، ولكن بشكل مؤقت الطلبه كيستافدوا منه. بمعنى ها الواقع الحالي، علاش مثلا الاغطيه الافريشه، علاش الطاقه الاستيعابيه ديال الطلبه يعني ما كايناش ما كافيه للطلبه؟ لان بالفعل
أن الميزانية ديال الأحياء الجامعية قلت هي جد جد هزيلة، لا تتجاوز 3.7% من الميزانية ديال التعليم اللي هي في الجوهر ديالها بدورها، يعني جد جد هزيلة. يعني هذا فيما يخص يعني الحي الجامعي، كذلك نقطة أساسية بالنسبة ديال الحي الجامعي اللي هو المرفق ديال المطعم الجامعي. المطعم الجامعي هو جزء لا يتجزأ من الحي الجامعي. لحدود اللحظة من طلبة الدراسة منطلقة هذه أسبوع ونصف، ولحدود اللحظة لا حديث عن المطعم الجامعي، وخاصة نحن نعلم جيدا بأن المطعم الجامعي الشركة التي كان يعني تم التفويض لها يعني التدبير ديال المطعم الجامعي يعني عملت وقدمت الخدمات لمدة سنة اللي هي السنة اللي دازت، وهاد الشركة يعني حسب الأقوال ديالهم يعني ما قدرتش أنها تسير. علاش؟ لأن المسألة فيها الميزانية وخدمت عام واحد وحبست. لحدود الآن حنا ما عرفناش المصير ديال المطعم الجامعي. هاد الشركة مشات، واش شدت شركة جديدة، واش غيغلقوه، واش بشحال شداتو؟ يعني ما كاينش أدنى توضيح للطلبة والطالبات. لماذا؟ لأن الطلبة كيستافدوا من هذا المرفق خصهم توضيح. حنا لحدود اللحظة ما كاينش كلام عليها، يعني ما عرفناش. هي الشركة مشات وها هو مغلق، والطلبة كيقراو والمسار الدراسي غادي، ولكني الناس ما كتحملش مسؤولية باش ما يقولوش بأن حق الطلبة هما اللي كيوقفوا المسار الدراسي. راه هذا الحي، الوضعية ديال الحي داير هكا، وهذا الوضعية ديال المطعم الجامعي داير هكا، هي اللي كتعرقل المسار الدراسي. وحنا كنعرفوا بأن الأغلبية ديال الطلبة دابا ما كاينش في الجامعة بسبب إيش؟ بسبب الحي الجامعي وبسبب المطعم الجامعي. لأن الطالب لا جا من الروافد، جاي من تاونة، جاي من عارف منين، جاي يقرا هنا، راه ما عندوش فين يسكن، إلا ما عندوش ما ياكل، راه ما يمكنلوش يجلس دقيقة من داخل فاس. بمعنى حنا كنعرفوا الكيراء، السومة ديال الكيراء طالعة، ما عرفش في واصلة، المعيشة يعني جد مرتفعة. هذا الوضع كينعكس موضوعيا على الطالب، كينعكس على الطالبة، يعني شيء طبيعي مادام انه كينعكس على الطلبة من داخل الجامعة، شيء طبيعي ان النسبة ديال الهدر الجامعي ترتفع. وحنا كنعرفوا بان النسبة ديال الهدر الجامعي حسب الاحصائيات ديالهم يعني وصلت لازيد من 50%، ازيد من نصف ديال الطلبة يعني في الجامعات وطنيا ما كيشدوش شهادة، كيجي كيتسجل بالباك ديالو، سرعان بعد سنه ولا نصف سنه ولا جوج سنوات كيهز الباك ديالو كيمشي بحاله. كاين اللي كيخرج العطاله، كاين اللي كيمشي، كل واحد بمعنى كاين واحد النسبه ديال الهدر الجامعي كتكاثر. السؤال المطروح، علاش هاد النسبه كتكاثر؟ شنو هي الاسباب اللي كتخلي هاد النسبه تتكاثر؟ هادي راه بحال واحد الفيروس كيضر كينخر الجامعه، يعني يؤرقنا ويقلقنا يعني كطلبه كمناظرين. بمعنى ما هي الاسباب؟ الاسباب الحقيقيه هي ان الوضع يعني والشروط الملائمه من داخل الجامعه لم تتوفر، وخاصه يعني الشرط اللي تحدثت عليه ديال الحي الجامعي والشرط ديال المطعم الجامعي والمنح الجامعيه، وقيس على ذلك من الشروط اللي هي مهمه. بمعنى المطعم الجامعي لحدود اللحظه هو غير مفتوح باش ما يحملوش الطلبه المسؤوليه. علاش؟ لان المستقبل غيكون يعني أسوأ، المستقبل الطلبه مقبلين على معارك نضاليه يعني قويه. وفي اطار هذه التصريحات اللي كنعطيو يجب ان يتذكروا جيدا باننا كننبههم الان، نحن الان ننبههم ونقول لهم على عليكم ان تدركوا ما تفعلون. الريستو المطعم الجامعي خصو توضيح وخصهم يفتحوه، الوضعيه ديال الحي الجامعي خصها يتم التسويه ديالها اولا الامور سوف تتعقد. بمعنى هذه مطالب اللي هي في الجوهر ديالها يعني هي حقوق وليست مطالب. نورمالمون الناس اللي كتدعي المسؤوليه خصها تحمل فيها المسؤوليه، واللي كيتحمل المسؤوليه في هاد جوج مرفقين هادو هو المكتب الوطني للاعمال الجامعيه والاجتماعيه، لانه هو المسؤول المباشر حول الوضعيه ديال الاحياء والمطاعم الجامعيه، وكذلك المدراء ديال الاحياء. اتحدث يعني المدير ديال الحي الجامعي. لماذا؟ لانه قام بمجموعه ديال الحوارات معنا اللي هي حوارات لا مسؤوله. يعني هذا فيما يخص من وضعيه ديال الحي الجامعي، وكذلك هي الوضعيه ديال المطعم الجامعي. واخا بالنسبه للطلبه مثلا اللي كيعانيو، هذاك سؤال اخير باش نختموا ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للطلبه اللي ما مشاوش للحي الجامعي، ما استافدوش من الحي وما كيستافدوش من الريستو، غيكريو في بلايص بهادي، واش يقدروا مثلا يتنقلوا في ظل الوضعيه اللي كتعيشها المدينه على مستوى النقل الحضاري؟ اكيد يعني هاد النقطه يعني مهمه جدا، هي ديال النقل الجامعي
وكيفية الربط ديال النقل الجامعي يعني الجامعة بمختلف الأحياء الشعبية. أكيد يعني الطلبة اللي حتى واحد النقطة اللي سمحتي لي، حتى بالنسبة للطالبات كيقراو هنا وكيمشيو في النقل فوالا، يعني يعني هذه النقطة هي قلت يعني نقطة جوهرية. الطلبة اللي كيجيو من الروافد، كاين اللي عنده العائلات ديالو، مثلا غنلقاو العائلة ديالو في بن سودة، كاين اللي تلقاه في برمانة، كل واحد فيها تلقاه يعني بعيد على الجامعة. وبالتالي حتى الطالب اللي ما كيسكنش في الحي، كيسكن مثلا مع عائلته ولا كيكري، كيلقى واحد الكراء رخيص كما كيتقال في مجموعة الأحياء الجامعية، الأحياء الشعبية، يعني كيطيح في نفس الإشكال. هو أنه خصو التنقل، إلا بغى يجي للجامعة خصو طاكسي، وطاكسي اللي خداها على أو مينيموم خصو 10 دراهم أو مينيموم على الأقل، ماشي على الأكثر. أما كاين اللي كتجي 20 درهم، كاين اللي كل واحد شحال كتجي، بمعنى كيطيح في نفس الإشكال ديال الجانب المادي. هنا الإشكال المطروح هو ديال النقل الجامعي. النقل الجامعي مع هذه البداية ديال الموسم، ما نلاحظه وما نسجله هو إيش؟ هو أن المحطة اللي هنا تم يعني التزويد ديالها، يعني تم الهيكلة ديالها، صلحوا المحطة، وهذا بفضل حقيقة النظرة ديال الطلبة، يعني بعد مجموعة ديال الاحتجاجات. ولكن الملاحظ هو أن الخط اللي خدام هو الخط ديال السيس اللي كيهز الطلبة من سنترفيل كيوصلهم للجامعة. بمعنى السؤال المطروح ماشي جمع طلبة ساكنين في سنترفيل، راه طلبة ساكنين في عمود الحجاج، طلبة ساكنين في بن سودة، طلبة ساكنين في مسيرة، طلبة ساكنين في فتوح، يعني كاين أحياء شعبية اللي بعيدة على الجامعة. بمعنى هنا كنطالبوا بالخط المباشر، وعدونا بأنهم غيديروا خط مباشر، وللأسف سنة بعد سنة يعني الوعود ديالهم كتتبخر، ما كاينش الخط يعني المباشر اللي كيوصل الطلبة. ناهيك على إيش؟ على أن هذا السيس هذا اللي كيطلع من سنترفيل للجامعة ما كيدخلش المحطة، علما أنها مسالية، المحطة اللي داروا مسالية ولكن ما كيدخلهاش. يعني السؤال مطروح علاش ما كيدخلش وكيحط الطلبه في الجوانب؟ تقدر يتعرضوا للسرقه، تقدر يتعرضوا للكريساج، تقدر يتعرضوا لديزاكسيدون، يعني كاين بزاف ديال الاشياء اللي ممكن توقع. بالاضافه لان كاين طالبات معانا ديال الحي الجامعي سايس، اللي هما ديال دار مهراز كيقراو في المركب الجامعي دار مهراز، ولكن كيسكنوا في سايس في طريق موزير، يعني بعيده جهه مرجان، يعني كيلومترات للحدود الان، يعني ما كاينش عندهم النقل. بمعنى جميع الطالبات اللي ساكنين على مستوى الحي الجامعي سايس واحد ما كيقراوش، كاينين في الحي راهم جالسين في الحي واللي ما كيهبطوش يقراو ابدا. علاش؟ لان ما عندهمش طوبيس، ولا هبطت نهار ما كتهبطش 3 ايام. الا هبطت نهار خصها 20 درهم ديال الطاكسي في الصباح، وخصها 20 درهم ديال الطاكسي في عشيه، يعني 40 درهم في النهار. وما كنظنش ان شي طالبه تستطيع ان تهود اسبوع بشكل مستمر الجامعه بهذا القدر هذا ديال 40 درهم. هذه فقط الترونسبور، ناهيك على الغداء، حتى هما عندهم الريستو يعني مغلق، ناهيك على بزاف ديال المستلزمات، خصها لي بوليكوب، خصها السيلوات، ممكن خصها حوايج، يعني كتطلب واحد الميزانيه كبيره. العائلات ديالنا هي فقيره جدا، اغلبيه اللي كيجيو للجامعه راهم ولاد الفلاحين، ولاد البائعين المتجولين، ولاد الموظفاء البسطاء. بمعنى هذا الواقع هذا كيؤدي لان الطالبه غدا ولا بعدو كيصون عليها بواها بلغه واضحه، كيصون عليها بها بنتي طلعي بحالك. علاش؟ لان ميزانيه خصها في الشهر، الا جيت تحسب راه خصها 30000 ريال على الاقل. هو 30000 ريال كدوز له 10 شهور، كدوز له 10 شهور هو عايش ب 30000 ريال. الا ولا كيعطيها مثلا طالبه بنته راه مشكل، يعني خصو يكون كيدخل واحد الميزانيه، ولكن هو في المقابل ما كيدخلش. يعني اذا اضطر لان بنته خصها تنقطع عن الدراسه، بمعنى بشكل موضوعي هاد النقل الجامعي اللي ما كاينش عند الطالبات ديال سايس واحد راه اشكال. وكذلك الطلبه ديال سايس اللي كيقراو في سايس، علاش؟ لان الحي اللي هنا راه كيسكنوا فيه الطلبه ديال سايس. بمعنى حتى الطلبه اللي كيقراو في كليه مثلا الشريعه، كليه الاداب سايس، راهم كيهبطوا يباتوا في الحي الجامعي دار مهراز. دابا هاد الاشكال هذا، دابا واش هذا ما كيتقبلهاش الدماغ؟ كيقرا في دار مهراز كيسكن في سايس، وبنت كتقرا في دار مهراز كتسكن ليه، واحد عاوتاني كيقرا في سايس وكيسكن هنا، كيفاش هاد القضيه هذه؟ يعني هذا اول عمليه جات انتقام، باش نكونوا يعني صادقين، جاءت انتقام من الناس اللي كتحمل المسؤوليه. هو ان الطالبات اللي كانوا هنا رجعوهم يعني لسايس، وسايس الطلبه اللي تما رجعوهم لهنا. هذا بحال حل ترقيعي، نورمالمون طلبه سايس خصهم يكونوا في الحي اللي ساكنين فيه البنات. علاش؟ لان كاين حي البنات وحي الدراري، نورمالمون طالب سايس خصهم يكونوا في سايس،
والطلبه ديال دهر مهراز خصهم يكونوا في دهر مهراز، ولكن السؤال هو ان الحي اللي كان هنا في دهر مهراز ما بقاش، يعني بقى حي واحد. هاد الحي ما ولاوش بناوه، الحدود الان مازال ما بناوهش. كاين دابا شي اشغال ديال اعاده البناء ولا والو؟ يعني كاين مشروع كان يعني بعد نضالات كبيره، كان مشروع هنا على مستوى ويسلان، كان مشروع على مستوى ويسلان بداوا فيه مباشره من بعد 2019 2020 نتذكر جائحه كورونا. كنتذكروا كورونا كانت، ان فجت كورونا تم الايقاف ديال المشروع بدون سابق انذار. يعني المشروع كان في ويسلان حبسوه، الاسباب الغايات لا يعلمها الا هم. الحدود الان هذه شوف دازت كورونا هذه تروازن ولا كاطرا، الحدود الان ما كاينش حديث، يعني كاين كلام في الهوامش على اساس غيبنيو هنا يعني حي جامعي ومطعم جامعي، ولكن في الواقع لا حديث عنه. بمعنى الاشكال علاش الفكره اللي قلت لي بان هذا الشيء غير لا يعقل، لان جوهر الاشكال هو ان من داخل المركب الجامعي دار المهراز كاين حي واحد، بمعنى ضروري خصو احياء، واحد للطالبات واحد الطلبه، بحكم انه كاين غير حي واحد واش يعطيوه للطلبه ولا يعطيوه للطالبات؟ هنا وقع المشكل. شنو نديرو؟ راه نطلعوا الطلبه ليه ونشاركوا الطلبه ديال ظهر مهراز مع سايس هنا، يعني هذا هو الحل اللي تحل على ظهر الطلبه وعلى ظهر الطالبات، هو شرد الطالبه طلعهم من بعد، وحنا عارفين الواقع ديال الطالبه المغربيه كي داير. النساء في المغرب راه كيتعرضوا للتحرش وساكنين في واحد كما كيتقال في الخلا الخالي، كيتعرضوا للكريساج، كاين شحال ديال الشمكاره كينقصوا يدخلوا عليهم، وهذا الشيء راه يعني السنه الفارطه عانينا من هاد النقطه هذه. كذلك كيتعرضوا يعني للتحرش مثلا في الطرق، يعني كيتصارعوا عليهم صحاب الطوموبيلات وبزاف ديال المسائل. بمعنى من يتحمل المسؤوليه؟ من يتحمل المسؤوليه في هذا الوضع اللي كيتعيشوا الطالبه المغربيه وبشكل خاص الطالبه ديال دهر مهراز؟ اللي كيتحمل المسؤوليه هما هاد الناس اللي عندهم زمام ديال السلطه، والناس اللي عندهم يعني المسؤوليه تجاه الاحياء الجامعيه. بمعنى هذا اشكال حقيقه، يعني هذا الموسم الجامعي الطلبه سوف يناضلوا عليه بقوه. علاش؟ لان كما كيتقال وصل السيل الزبعين كما كيتقال، ومرخوا عليهم كما الله يفهموا راسهم، ولكن للحدود الان ما كاينش حادث. حنا ما يمكنناش نبقاو هكا، لو كان الحي هنا ما نهضروش على الطوبيس، وكان هنا الحي ديال الطالبات ما نهضروش على الطالبات ما كيقراوش، ها هما ساكنين دابا راهم في الحي، دابا نطلعوا للحي نلقاو طالبات تم، يعني كاين الاف طالبات ولكن ما كتجي حتى وحده للونفيات، غنمشيو ندخلوا للمدرجات تلقاوهم خاويين. سؤال مطروح علاش؟ لان هاد الطالبات ها هما في فاس وراهم في ديور جالسين تما في الحي، اولا الطلبه راهم في ديورهم مازال ما جاوش. علاش؟ لان الطلبه بالفعل كيعاينوا الحي يتقاد، كيعاينوا الريستو يفتح، كيعاينوا الميناح يخرجوا. علاش؟ باش كيجي باش كيلقى باش يستمر، لان القرايه راه ما يمكنش تقرا زيرو ديالها، راه مستحيل، وحنا كاملين طلبه خاصه في ظل هذا الارتفاع الصاروخ في الاسعار. فوالا، يعني هذا الواقع اللي كيمر منه الشعب المغربي هو واقع راه خانق، راه بحال واحد الانسان كيتختنق، انت في عوض ما تعتقو كتمشي تزيد تبرك عليه تخنقو. المعيشه غلات، الوسائل ديال التمدرس غلات، اي حاجه غلات. دابا راه اي حاجه ممكن تنفس بها، يعني تنفس بها المواطن، راه كما كيتقال الاسعار ديالها ارتفعت. بمعنى هذا راه خنق، خنق لابناء الشعب وخنق للطلبه، وهذا الوضع كينعكس بالفعل على الطلبه ديالنا حنايا من داخل الجامعه. حنا هذا الواقع فاهمينه وكنرفضوه، بمعنى يتحملوا مسؤوليتهم. علاش؟ لان في المستقبل اذا درنا معارك قويه ما يجيش يقولوا لنا بانكم انتم كتعرقلوا السير العام، وانتم اللي كديروا الاشكالات، وانتم اللي كتعرقلوا كذا، وانتم اللي يعني ما يتهموناش حنا. حنا كان دابا كنبههم وكنقول لهم بان الموسم الجامعي سوف يكون حارقا. كاين نقطه اخرى يعني نوضحوها اللي هي مهمه كذلك، يعني بخصوص يعني الاشغال الجامعيه، يعني الاشغال الجامعيه اللي كاين هي هذه النقطه هذه ديال الاشغال نبينها حتى هي، واخا يتكلم ليا على هذه حقيقه. يعني هذه الاشغال الجامعيه يعني حنا نضلنا عليها، حنا اللي بغيناها تكون. علاش؟ لان هي واحد مكتسب للطلبه، لانهم يتبناو مرافق جديده، انه يتبناو فضاءات جديده للطلبه، يعني من اجل الترفيه، يعني بزاف ديال المسائل حنا نضلنا عليهم واستطعنا اننا ننتزعوا هذا المطلب هذا. ولكن هذا لا يعني ان حنايا ما عندناش بزاف ديال الملاحظات على هذه العمليه ديال البناء. يعني اول ملاحظه العمليه ديال البناء هو ان ما كاينش العمليه ديال تسريع البناء. العمليه تسريع دابا كتلقى جامعه شو قداش
يعني فيها الكيلومترات وفيها بزاف ديال الامكنه. ولكن الا مشينا دابا انا وياك غنلقاو تراكس وحده وغنلقاو عاوتاني راه فين تراكس وحده، جوج ديال التراكسات يعني شو جامعه قداش وكاينين جوج ديال التراكسات. الا مشينا حسبنا العدد ديال العمال غنلقاو ما كاملش 80 عامل، جامعه كومبلي ما غنلقاوش فيها واحد 80 عامل، ما يمكنش، ولا 70 اقل تم 70، ما كاينش 70 عامل، راه ما يمكنش في ظل ما كاينش مثلا وسائل ديال العمل تراكسات، يعني كاين وسائل ديال العمل اللي كتسرع العمليه ديال البناء، وكذلك ما كاينش يد عامله، راه ما يمكنش ان نتحدثوا على الاشغال تسالي بواحد السرعه. يعني نسجل بان يعني في الصيف كان بامكانهم يجيبوا العمال ويجيبوا الات، وكان بامكانهم انهم يوصلوا يدخلوا واحد الموسم واحد البدايه بدون بزاف ديال الاشغال. ما نقولوش باش ما نكونوش كنكذبوا على رؤوسنا وناس طوباويين انهم غيساليو، ولكن على الاقل مثلا مدخل الجامعه كان بامكانه يكون سالي. ولكن حنا كنلقاو دابا الطلبه كيطلعوا في الغبره، يطلعوا في الغبره وشوف الحاله يعني يرتى لها. كذلك المدخل الباب مازال ما تسالات، باب متشيد ولكن لحدود اللحظه يعني هي واقفه ما كيخدموا فيها، ما هو دابا مشيو راه واقفه خلاوها هكاك، وقالوا لنا بان 15 يوم بعد هاد الاسابيع هادي تكون ساليه. هي دابا مازال غتجلس تما 3 شهور، بمعنى ما كاينش العمليه ديال التسريع، العمليه ديال التسريع ما عندهمش نيه ديال انهم يسرعوا، وهذا راه كينعكس على الطالب. لا يعقل ان الطالب راه فين كيقرا والاخر حداه كيطقطق، واش يركز مع الاستاذ ولا يركز مع التراكس، راه ما يمكنش. الاخر كتحفر جرافات كيحفروا يعني راه اشكال هذا. كذلك عندنا ملاحظه اخرى هي ديالاش؟ ديال ان مجموعه ديال المشاريع دارت اللي هي المهندس اللي دارهم يعني بدون غايه، يعني بدون غايه ما يستافدوش منها الطلبه. مثلا تحدثنا على المحطه ديال الطوبيس اللي دارت، يعني الطوبيس لتحت، هذيك المحطه اللي كاينه لتحتايا في الطوبيس من بعد الريستو من اللور تما داروا محطه، داروا مجموعه ديال الدراقات كما كنتقالوا كما كنقولوا، يعني واقيات ديال الشمس اولا ديال الشي ديال المطار. هذيك الواقيات دايره بطريقه مشوهه لدرجه ان اللحظه اللي تسقطت الامطار الطلبه ما غيتغطاوش من المطار. الا كانت الشمس دابا هبطنا الشمس غنوقفوا من تحتها والشمس ضاربه فينا، بمعنى هي دارت ما عندهاش هدف، ما عندهاش دور، غير دارت غير شكلا بحال اللي واحد الساريه واقفه ودايره هكا الفوق واحد دابا مقعره عفوا يعني الفوق، ولاني ما غيسي الطالب واقف خصو يمشي يقلب على الشمس فين درق وهي كاينه ساريه، راه ما يمكنش. غتكون كطيح الشتا غتهبط على الطلبه لدرجه انهم الشتا كتجمع الفوق ودايرين لها قادوس عن الطلبه لتحت، يعني غتقطح الامطار والمياه غتجري على الطلبه. بمعنى هذا طريقه البناء هي خاطئه. كذلك الى جينا مثلا لهنا لهاد من بعد هاد البنايه هذه اللور داروا واحد الفضاء هنا فين يجلسوا الطلبه، مزيان فضاء مزيان يستافدوا من الطلبه ويجلسوا فيه، ولكن ما مغطاش من الفوق، ها هما كاين الكراسي وكاين بلايص واحد الفضاء فين ممكن الطلبه يجلسوا يريحوا يحيدوا ستريس كذا، ولكن ما كاينش تغطيه. يعني الشمس هي كاين من كتكون الفصل ديال الصيف يعني حار وارتفاع درجه الحراره، واش غيجلس تما شي واحد؟ ما غيجلسش اكيد. اللحظه اللي غتكون يعني تساقط الامطار فصل الشتاء راه مستحيل يجلس تما شي واحد، مستحيل ان الطلبه يستافدوا منه. علاش؟ لان تساقط الامطار غيكون، بمعنى غيكون تما الدور ديالو شكلا، هو فقط شكلا. بمعنى هذه ملاحظات ديالنا حول يعني هذه العمليه. علاش؟ لانهم خصهم يدرقوا، لا سواء هذه البلايص هذه خصها تدرق يكون واحد الغطاء من الفوق، ثاني عمليه المحطه خص يتم يشوفوا لها حل، يعني يزيدوا فيها. علاش؟ لانه ما كتدرقش الطلبه، يشوفوا لها شي طريقه اللي ممكن انها تكون ناجعه لان الطلبه يستافدوا منها. يعني هذه هي الملاحظات ديالنا، لا سواء في جانب ديال التسريع والتركيز على العمل، كذلك يعني مجموعه ديال المسائل اللي ممكن انها تتغير يلقاو ما يديروا فيها. يعني هذه مسائل بخصوص يعني العمليه ديال البناء اللي هي في اخر مطاف قلت يعني هي مكتسبات يعني للطلبه. وخا شكرا بزاف على هاد التوضيحات بزاف، نتمنوا خير ان شاء الله بحول الله. كما سمعتوا معنا فكان هذا طالب جامعي من داخل الحرم الجامعي ظهر مهراز في مدينه فاس اللي عطانا مجموعه ديال الاشكالات اللي كيعيشوها، بدايه بالحي الجامعي مرورا بالريستو ايضا بالميناح بالاشكال ديال الطوبيسات، الاشكال ديال هذا البناء ولا هذا التشييد ديال هذه البنايات والتسريع ديالها. فنتمنوا خير، تحيه لكم. فهذه كما قال هو هذه تنبيه للمسؤولين فيما يخص
التسريع ديال هاد المرافق الطلبه، لان كنعرفوا الطلبه هما زبده المجتمع، هما الاجيال القادمه ان شاء الله بحول الله، هما اطر المستقبل اللي غتكون البلاد كتعتمد عليهم. نتمنوا يتوفر لهم كل الامكانيات باش يكون تحصيل دراسي اجود مما هو عليه حاليا. تحيه لكم.